حدا بحب يتوجه للأخرة بكلمة؟ تفضل تشيو على رسالة. بس كلمة صغيرة، اليوم أكيد بكل فخر موجودين مئات الأشخاص حوالي أبونا فواز. هو يمكن بس حتى أقول له قديش نحن قضيناه وقديش نحن بعدنا عم نحبه، قديش هو العطاء اللي أعطاه لهالجالية ولهالرعية هيدي اليوم عم نرجع نلاقيها للأشخاص اللي واجهوا حواليه. بتشكر أكيد أبونا فواز، الله يعطيه الصحة وإن شاء الله بيضلوا معنا يكمل لمئة سنة وأكثر إذا الله راد. وأكيد بتشكر كل الأشخاص اللي اليوم موجودين حواليه. هذا عربون فخر أبونا، عربون محبة كمان من الأشخاص اللي خدمتها أنت بحياتك 25 سنة عم تعطي لهالجالية، واليوم هذا ميرسي كثير صغير عم يرجع من هالجالية لإلك، وإن شاء الله بنكمل نضلنا حدك لأيام ولسنين كثيرة. ميرسي كثير. تفضلوا توجهوا نحو الجاتو. أبونا بتحكوا شي بعد؟